أرامكو السعودية أنتجت خلال الأعوام الثلاثة الماضية واحد من كل 8 براميل من النفط الخام عالمياً، وقد أنتجت في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ميلادي ما يصل إلى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً. وتتولى أرامكو السعودية إدارة احتياطات المملكة من السوائل التي تزيد بنحو 5 أضعاف احتياطيات الشركات الخمس الكبرى مجتمعة حسب بيانات نهاية العام الماضي، كما أن احتياطيات المكافئ النفطي العائدة للشركة تقدر بنحو 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. وفي ظل ما تتسم به أعمال التكرير والكيميائيات في الشركة من تكامل استراتيجي، فإن بوسعنا تأمين الطلب على النفط الخام عن طريق البيع المباشر لشبكة المصافي المحلية والدولية سواء المملوكة للشركة بالكامل أو التابعة لها. وفي نهاية العام الماضي بلغت طاقة أرامكو السعودية التكريرية الإجمالية 4.9 مليون برميل في اليوم، وبلغت طاقة التكرير الصافية 3.1 مليون برميل في اليوم. ولا شك أن جودة أصولنا وحجمها تعزز التزامنا المستمر بالاستدامة وإنتاج النفط الخام منخفض الكثافة الكربونية. وبالتوازي مع هذه الجهود تركز مجموعة أعمال أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير على تعزيز تقنيات لا تقتصر على قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات، بل تمتد إلى الحد من الآثار البيئية.